أنا ما أريد أدخل بهذه التفاصيل بصراحة، يعني ما أريد أدخل لأن الموضوع ما يخصني. يعني بالنسبة لي هذا جزء من اختصاصك أنت إعلامي. بالنسبة لي أنا أسألك عن مكتب إعلامي في اتحاد. كمكتب إعلامي أوكي. يصير أضع ذريعة للإعلامي الشاب الناجح هذا بهذه الطريقة أبعدهم؟ زين. أطلعهم بهذه الطريقة؟ هي بهذه الطريقة هاي نوقف عندها. أكو كان طريقة أفضل إنه أجتمع بالمكتب الإعلامي وأقول لهم إلى هنا مثلاً إحنا عندنا هاي الشروط 1 2 3 توافقون عليها أهلا وسهلا بكم، ما توافقون عليها هذا كتاب شكر وهاي مكافأة لقاء خدمتكم سنة ونص تقريبا كانوا موجودين الشباب كلهم مع الهيئة التطبيعية وأنطيهم كتاب شكر وتقدير وأسلم عليهم وأروح وأبحث عن ناس إذا هو خال اتحاد أو الاتحاد إذا خال قرار أو ربما شروط خلي يجيب على ضوء الشروط. بس هذه الشروط المفروض تنطبق عليهم اولا. اولا هو انا جاي اقول لك هسه انا خل اقول لك شغله هسه خل اقول لك شغله الشباب كانوا وياي موجودين انا ما اريد هسه يعني انت عندك حصه الاسد بالمكتب اثنين وين سطاره وراح تحياتنا لاحمد سعيد ويزيد يعني اخوتي هذول انا اعتبرهم يعني جزء من عندي يعني جزء من روح هذول الاثنين الله يوفقهم اي والله فمن نتكلم الولد قدموا سنه ونص تدري كانوا بالهيئة التطبيعية وعندهم التشكيلات عندهم قوائم المنتخب الوطني والله ما ينطون عملوا بأمانة ما ينطون يا